من اللي اختفى في عمره 16 سنة حتى لدرك شحال في عمره؟ 45 سنة. سافرها غا كيبان عدو البارح 2024 وحسب شحال 26 سنة وهو مختفي. 27 27 ولا 26 سنة وهو مختفي ما بين دارو والدار السيد اللي خاطفه ما كانش 200 متر راكم تخزروا فيها بالضبط 200 متر وامو حاسة باللي بنها راه قف الجار راه عند فلان وروحوا شوفوه يقولها ودي خلينا العزوج ما كان والو ما كان والو تلقات المحشك الكلب كلب مدام الكلب ثم ومالف يتبع ابني وقلت له السيد راه ابني قالت له هو ولا راه ثم روحوا شوفوا راك عارف الشبيبه هذه ما حست وين حست ايه يا اخي بانت فعلا هو قتل الكلب في مده شهرين دار له حاجه سوداء قلت له وبانت الحوايج كاع راها وين ظاهره الحاج هذا الانسان اللي المشتبه فيه إيه؟ معروف وخدم قلت لك في البلديه ويخدم الاسواق يمشي في السوق الاربعه اللي قدام هذه كان معايا في الادريسيه يحكي لي ومنا وبكري وكسيتيرا تقول كاع ما نديهاش فيه وهو شكيت مجرم كبير كاش اللي يدير حياه كما هذا وقلت له ما ديرلوش كما هذا الحاجه حكينا يعني كيفاش الناس حتى عرفوا بلي راه وليد مالك اختو دوست معاه عراته خت السيد هذا اللي قابض الطفل قالت له بلغت في الفيسبوك قالت لهم والله فلان راه قتلوا فلان وراه حافر في الحوش وراه رادمو هي تحسبه ميت وهو حي راحوا بلغوا الدوله طولت شويه الدوله ما جات زادموا عليه جماعه قالوا يلا ندخلوا عليه قالوا يلا ورينا الحوش قال لهم يلا صح بعدوا لي القلم وبعدوا لي القرط وبعدوا لي السيتيرا وهو دايرو ثم بالضبط اخرين يفتشوا منه واحد طفل قافز راح من هيه لقاه داير له زوج بوطات منه ومنه ودايروا في واحد الكراج في واحد لاكاف واللحيه اجروا واجروا 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 قالوا ها هو وين يا ايه لقاوه تم اليوم سؤال يبقى مطروح ايه كيفاش حتى الانسان هذا ما بينه وما بين المنزل تاعو بضع الامتار ايه كيفاش ما قدرش يخرج من الدار هذيك يروح للدار الطفل مش حط هنا ما قالوا لي اليوم في الدار هذه ما يشتم تبعد سوا بعض الامتار ايه بعض الامطار بعض المطرات برك مش ياسر بصح عندو حاجه دايرينها له قال هو قال لهم حسب ما نسمع قال لهم يا ودي نخزر فيكم ودون نلقى منطيق دون نخرج منطيق الحاجه اللي دايرينها ما نعرف شنو هي المغناطيس هذا اللي دايرينه ما عرفناها واش هي ما عرفناها كتبه ما عرفناها جنون ما عرفناها انسان يخزر بويه ويخزر خوه ويخزر ابن عمه وما يتكش يجيه ولا يهدر له واش تميز ايه حاجه ما نعرفش عارف منين فيها كتبه ولا فيها حاجه رسمي صراحه متداول ياه صراحه متداول ايه كيفاه؟ شنو يقولوا؟ حسب ما راهم يقولوا هو قالها هو كي خرج كي لقى قالوا علاه ما تخرجش قال لهم ما نطيقش قال لهم نجيدو نخرج ما نطيق نجيدو نهدر ما نطيق قال لهم ونخزر في بوي ونخزر في اخوالي ونخزر في اعمامي ونخزر بصح ما نقدرش